يابا حبيت أذكرك، قرب موعد صرف دوائي الشهري، بدنا نطلع نجيبه من المستشفى بكير. لا يا بابا، وزارة الصحة وفرت خدمة توصيل الأدوية عن طريق تطبيق حكيمي، تقدر تطلب دواءك وانت قاعد بالبيت بدون ما تتغلب، وكمان تقدر تشوف كتير من المعلومات الموجودة على ملفك الطبي مثل فحوصاتك، تقارير الأشعة، مواعيدك، الحساسية والأدوية اللي هلأ بتاخدها. حق الدواء ورسوم التوصيل يندفع بكل سهولة عن طريق إيفوتيركم. كبسة زر يا بابا، يوصل طلبك للصيدلية، بيجهزوا لك أدويتك وبيبعتوا لك إياه مع البريد الأردني. الله يريح بالهم مثل ما ريحكم.